ايه رايك نعمل تشكيل الموسم؟ موافق. عجبك لعيبه كتير اكيد في الموسم ده. اكيد طبعا. صح كده؟ اكيد. هتختار كام واحد من الجونه؟ من الجونه اختارهم كلهم. لعيبه كويسه والله. طبعا كلهم. اتمنى لهم التوفيق بكره ان شاء الله. 100%. اكيد طبعا. طيب أكيد. نبدا بايه؟ بحراسه المرمى؟ نبدا بحراسه المرمى. نبدا بحراسه المرمى. حراسه المرمى انا هديك خيارات من باب التذكير يعني. محمد. من غير خيارات. من غير خيارات. هو صبحي. محمد صبحي. صبحي. هاي. صبحي. صبحي اللي موصل فاركو للبوزيشن ده ومخلي فاركو احسن كلين شيت واحسن ديفنس هو صبحي. صبحي مش واخد حقه. انا بقول لك صبحي مش كل الناس بتقول عواد وشناوي. عواد وشناوي. انا انبهرت بالاختيار. لا بص يا كابتن كريم. عواد جول كبير جدا طبعا شناوي بس أكيد. اخر اخر جزء من السيزون يعني مش كل السيزون. شناوي اعظم جول موجود في مصر دلوقتي. صح. حتى في الحاله اللي وافق انا بقول لك اعظم جول موجود في مصر. صح. لكن اللي مش واخد حقه اعلاميا واللي الناس ما بتتكلمش عليه صبحي. صبحي انا شايف صبحي جول هايل. صبحي مخلي فرقته والتانيه في حته تانيه خالص. الناس عماله تتكلم على الراجل. الناس عماله تتكلم على الراجل. الدفاع جامد. الدفاع كويس لكن هو معاهم صبحي. طبعا والديفنس هايل طبعا واللعيبه جايه والراجل مدير فني هايل وكل الكلام ده كله. لكن من غير صبحي متهيألي كان الفرقه شكلها اسوء من كده بكتير. حلوه قوي اجابه حلوه وعظيمه. اولها حلو الدفاع. اتنين مساكين الاول. هنلعب 4-2-3-1 اوكي؟ 4-2-3-1 بما انها هي الستاندرد يعني. ماشي. نختار اتنين مساكين. ماشي. اولها 4-3-3 اللي انت عايزه. 4-3-3 ماشي. حط الونش. طبعا. و من اللي موجود من الورقه قدامي. لا وممكن تختار من اللي انت عايزه. الورقه دي عشان تفكرك. يعني بنحاول نحط ابرز الاسماء عشان دايما ضيوفنا بيبقوا مثلا نسي فجاه فيقول لك ايه ده ازاي نسيت. خلينا من الورقه بس عشان انا ما كنتش محضر لكن ماشي. خلينا من الورقه. واسامه جلال. الونش واسامه جلال. اتنين مساكين. ماشي. ظهير ايمن. عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد. ماشي. احنا كده عندنا اتنين مساكين اسامه الجلال والونش وعمر كمال عبد الواحد. عبد الواحد. تشكيل كابتن تامر مصطفى. الجانب الايسر زي الايسر. جوناثان. جوناثان نجويم. لاعب او باك رايت. باك ليفت فيوتشر اللي كان بيلعب في الجونه. ايوه. كان نفسك يفضل في الجونه. طبعا. صح طبعا. لعيب كبير. لعيب كبير ده. وانت اللي اخترته لفيوتشر صح؟ انا اخترته لفيوتشر هو يعقوبه كمان. كنت بختار يعقوبه كمان وما حصلش نصيب يعني. يعقوب البنك الاهلي راح. البنك الاهلي ماشي. نروح للوسط المدافع. وسط المدافع يعني ممكن هيبقى مختلفه شويه بس عشان يعني هي الفكره ان وسط المدافع بس امام عاشور طبعا. ماشي. امام عاشور و خلينا فيندر واحد بس. واحد بس. ماشي خلاص. وعبد الله السعيد طبعا. وهتلعب باتنين قدام. عبد الله السعيد. اتنين قدام امام عاشور. عبد الله السعيد وعبد الله السعيد ويعني ينفع غير بس في البوزيشن شويه اللي يعني انت عايزه يعني نحط زيزو. عبد الله السعيد وزيزو. وزيزو اتنين قدام امام عاشور. حلو. ادي كده التلاته. ماشي تمام. ماشي كده حط عبد الله السعيد. لا يعني واحد يمين وواحد شمال. واحد عبد الله السعيد على اليمين يمين امام عاشور وزيزو مثلا على اليمين. وزيزو على الشمال. ماشي. يعني واحد على يمين واحد على شمال. ماشي. تكنيكال بس يعني ايه التظبيط فيها مش رسمه ايدك دي. مش رسمه ايدك وانت بتحط الخط. كده حلو قوي. ماشي تمام. هنحط بقى ثلاثه قدام. ثلاثه قدام. يلا بينا. رفعت. احمد رفعت. خليه ناحيه اليمين. نخلي احمد رفعت يمين قدام عمر كمال. حلو. واشرف بن شرقي. واشرف بن شرقي شمال. وايبوكا. ايبوكا مهاجم. سترايكر. حلو. حلو التشكيل. خدت تشكيله هجوميه قوي. ما هو بصراحه ملفتين جدا وفي لعيبه كتير صراحه يعني شادي ملفت جدا السنه دي ومروان حمدي عامل موسم كويس الجزيري عامل موسم كويس لكن انت بتختار واحد بس. واخد بالك. ابراهيم عادل طبعا عامل سيزون هايل. ابراهيم عادل هايل. تابعت بلاتي توريه. بلاتي هايل. بلاتي توريه هايل. لعيب مختلف خالص. هايل لعيب هايل. ده التشكيله هي. مختلف. طيب ايه رايك بقى نحط دكه؟ احنا اخترنا دلوقتي 11 نحط 7 دكه. انا بحط 7 دكه دول عشان الناس بتبقى متردده فانت عايز تحط كام لاعب كمان؟ ماشي. 7. يبقى حط طبعا. حط منهم حارس مرمى. عواد طبعا. عواد. عواد محمد عبد المنعم. ومحمد عبد المنعم. محمد عواد ومحمد عبد المنعم. واحط معلول. علي معلول. حط السوليه وبلاتي. السوليه وبلاتي توريه. يبقى احنا حطينا دلوقتي نراجع مع بعض كده كام. عواد وعبد المنعم. اتنين.
وعلي معلول ثلاثة ثلاثة وبلاد توري وعمرو السولية ادي خمسة. خمسة ماشي فاضل اتنين. فاضل اتنين رمضان صبحي. رمضان صبحي وابراهيم عادل. وابراهيم عادل يبقى كده السبعة خلاص. لا لسه ليه؟ احنا عايزين احنا عايزين 11 و7 على الدكة. احنا 20 دلوقتي. دلوقتي 20 نزود 20 ماشي صح؟ ماشي حط خليهم 20 ماشي نحط 20 صح لان 20 عشان بقى في خمس تبديلات نسينا احنا القصه دي صح. صح خليها 20 نخليها 20. انت حطيت ابراهيم عادل ومين تاني؟ قلنا حطينا مين؟ ابراهيم عادل ورمضان وشادي شادي حسين ومروان ومروان حمدي كده كام؟ شادي حسين ومروان حمدي كده احنا معانا 1 2 3 4 5 6 وشادي حسين ومروان حمدي يبقى خلاص حلو تمام حلوين قوي تمام ده كده حلو قوي تمام مروان حمدي كمان عامل شغل حلو قوي هايل. مروان حمدي تفتكر يرجع الزمالك ياخد مكانه يبقى ليه في مكان في الزمالك لو رجع ولا تحاول انه او شايف انه يبقى احسن له يفضل بره؟ مش عارف دي بقى السؤال ده جاوب عليه مروان. لا ما طبعا مروان والزمالك هياخد قراره والنادي اللي بيلعب فيه يعني كلهم. انا بسالك انت عن وجهه نظرك انت لو مثلا مكان مروان حمدي يعني والزمالك قال لك ترجع او ساب لك الحريه ترجع او تكمل ارجع ليه؟ لا ترجع ليه؟ لا تخش في منافسه ليه وتلعب في الزمالك ليه وتشتغل ليه ويعني حظوظه تبقى افضل لمنتخب مصر كده كده التشكيل كامل حلو قوي نقوله بقى دي تشكيل ناقص واحد في الدكه حط واحد في الدكه كمان تسعة انت 20 عايز مين في الدكه كمان؟ احنا قلنا بلاتي وعمرو وابراهيم وشادي ورمضان صبحي. رمضان صبحي تشكيله كابتن تامر مصطفى لتشكيله الموسم محمد صبحي في حراسه المرمى اسامه جلال والونش اتنين مساكين عمر كمال على اليمين جوناثان على الشمال امام عاشور وسط مدافع قدامه عبد الله السعيد واحمد سيد زيزو بعد كده في الهجوم اشرف بن شرقي واحمد رفعت وجون ابوكا اما التشكيله الاحتياطيه ففيها محمد عواد محمد عبد المنعم علي معلول بلاتي توريه عمرو السوليه ابراهيم عادل شادي حسين مروان حمدي رمضان صبحي لو معاك التشكيله دي تاخد دوري لا عايز اخد دوري لوحدها من غير من غير مدرب لا لازم طبعا لو معاك تشكيله زي دي لازم مدرب مورينيو كان بيسالوه بيقولوا انت مرنت لعيبه بروفيشنال او لعيبه كبيره او بريموفيتش ورونالدو قال لهم كان احساسك ايه؟ قال لهم مش معقول امرن بريموفيتش ورونالدو والناس دي يقولوا شوت ازاي ولا باص ازاي ولا العب ازاي لكن انا عودته دايما حاجه مهمه جدا ان انا بمرن النجوم الكبار دول يبقوا ازاي يبقوا ترس جوه المنظومه ازاي يبقوا جوه الجروب جوه المجموعه ما يخرجوش بره المجموعه ازاي يبقوا جوه التيم بيلعبوا للتيم وعشان التيم واخد بالك الحته الفرديه دي لغناها خالص في ادائهم يعني فده كان اجابه عبقريه بصراحه انا معاك في القصه دي ان دايما المدرب لازم يفهم ان اللعيبه ان التيم النادي اللي هيلعبوا فيه التشكيل ده اهم منهم صح انت عارف كابتن انا مبسوط قوي بالراي ده ليه؟ عشان دايما عندي نقاشات حاده فكره انه كان دايما يقول لك ايه يا عم فرقه الاهلي دي تكسب باي مدرب فرقه الزمالك تكسب باي المنتخب المصري تكسب باي مدرب مفيش كده مفيش يعني الكلام ده مفيش كده لا النادي الاهلي يقول لك النادي الاهلي لو عدى عليه مش عارف مين ياخد معاه بطوله مفيش انا ما عنديش مشكله في اخذ البطوله يا جماعه عايزين نفرق بس بين ان انا باخد بطوله وان انا بادي كويس وان انا بادي كويس ان انا جزئيه عبقريته كانت في ايه؟ ان انا كان معايا نجوم كتير جدا جدا وكان 11 هم اللي بيلعبوا دايما طول الوقت او 12 13 لعيب بيلعبوا بيهم ومعاه نجوم كتير جدا بره وقادر يسيطر على المجموعه دي كلها وقادر ياخد بطولات كمان فدي العبقريه هنا صح فيريرا نفس الكلام فيريرا العبقريه بتاعته ان هو قادر يسيطر قادر ما فيش حد قادر يخرج بره النظام اللي هو حاطه بره المجموعه مزبوط. هي دي العبقريه